بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل يا ولاد سلسلة حل المحافظات في علوم سنة رابعة ومحافظة الدقهلية. تستخدم الكائنات الحية الأكسجين في عملية إيه؟ أقول له مادام الأكسجين يبقى ضروري لعملية التنفس. النقطة التانية، كل دول بيختزنوا طاقة كيميائية. الطعام أيوة، البطارية أيوة، البنزين أيوة عند احتراقه. هو بيسأل على ما عدا، يبقى ما عدا المصباح الكهربي، ونختارها كمان. السؤال الثالث، مين اللي بيعتبر مركز التحكم الرئيسي في الجسم؟ كلنا عارفين الإجابة، المخ. السؤال الرابع، تعتبر الكتابة واللغة من وسائل إيه؟ من وسائل التواصل الاجتماعي بين البشر. يقطع عمر بدراجته مسافة 10 كيلومتر في ساعتين، والراجل بيسأل على السرعة. في الامتحان تعملوا ايه يا ولاد؟ تكتب العنوان السرعة وتكتب القانون. السرعة بتساوي مين؟ المسافة على الزمن، شرط الكسر. يبقى نقسم 10 على 2 يا مهدي، تبقى الإجابة 5. اوعى تمشي، خد كلمة من هنا وكلمة من هنا. السرعة تمييزها ايه؟ كيلو متر لكل ساعة. ده علامة صح أو خطأ. يلا ناخدهم مع بعض. تسقط كرة السلة نحو الأرض بسبب قوة الاحتكاك. الإجابة خطأ. أمال بسبب مين؟ بسبب قوة الجاذبية. يستطيع الإنسان الرؤية في الظلام؟ أبدا أبدا، بدليل بنضيء المصابيح. يحول المصباح الكهربي، بيشتغل بالطاقة الكهربية. أيوة، يطلع لي طاقة صوتية. غلط يا عم، هو أنا جايبه عشان يطلع صوت؟ أنا جايبه عشان يطلع ضوء. يبقى الإجابة خاطئة. اللهث يقلل من درجة حرارة ثعلب الفنك. الإجابة إجابة إيه؟ صحيحة. اذكر وظيفة الحجاب الحاجز، بيساعد في إيه يا جماعة؟ يساعد في عملية مهمة جدا، يساعد في الشهيق والزفير. أدي إجابة. طب له وظيفة كمان؟ آه، يفصل بين تجويف البطن وتجويف الصدر. يفصل تجويف البطن عن الصدر، ولكن مين الأساسية؟ الأساسية الأولى. الأولى يساعد في الشهيق والزفير. طيب معانا مجموعة كلمات، بالعوم، السمع، التكيف التركيبي، الشفافة. لدى بعض الحيوانات القدرة على الرؤية في الظلام، لوجود مين؟ أقول له غشاء رقيق. طب دي مش موجودة، أدور على ما يعادلها. الغشاء الرقيق من خلق ربنا، يبقى تكيف تركيبي. تستطيع الدلافين تحديد موقع الفريسة بالصدى عن طريق مين؟ عن طريق السمع، حاسة السمع القوية. عضو مشترك بين الجهاز الهضمي والتنفسي، قلب العوم، زقوطة. هنا وهنا، يعدي طعام ويعدي هواء. الأجسام مين؟ تسمح بمرور الضوء، الشفافة. طلع الكلمة المختلفة في دول، هتلاقيها الطاقة الكيميائية، نوع من أنواع طاقة الوضع، بينما الباقيين من صور طاقة الحركة. يا رب الامتحان يكون سهل وبسيط ومفهوم.